نورين. الحاجة الثانية الصغيرة اللي الواحد ده مستعد ان الترينر يسافر هو والمكانز دي النقابات الفرعية، فاللي منكم في النقابة الفرعية وعايز يقول للنقابة ان لا ده قوي قوي طبعا، يعني احنا هنا بصي دكتور احنا هنبعت بنزود فيس بسيط، بنزود فيس بسيط عشان الانتقال، يعني يبقى بتأجر عربية لا لا تاخد احنا المكانز وبتاخد احنا اللي بنقول ليها دي يا دكتورة، انتوا فعلا عندكم استعداد. ده بيحصل بس انا ما اعرفش بيحصل، لا زمان سافرت اسوان بيحصل معايا. طب خلاص ما هي ما هي المركبه كل الناس عشان يطلبوا برضه من النقابات الفرعيه، لو ده احنا نبعت قواعد للنقابات الفرعيه بيبقى لهم يعني دي فرصه نبعت عن احنا عن طريقنا نخاطب النقابات الفرعيه، ولو عندهم حق استعداد كده تكون عدد معقول نخاطب، يعني انتوا عندكم استعداد انتقال فعلا ويحصل فعلا انتقال المحافظات. رسالة يعني رائعة وربنا أدب عليها، يعني نخاطب من الشرطة الفرعية ونزود معلش احنا بنتعبكم، يعني كله بالبركة يا عايز، عايزين نعتبر انت منورنا اهو.